كل نصاب بيبقى ليه طريقة في الاحتيال على ضحاياه، وده يمكن شفناه في وقائع نصب كتير حصلت على الناس خلال الفترة اللي فاتت. شفناه مثلا في أسوان النصاب اللي قدر إنه يجمع 500 مليون جنيه في فترة زمنية قصيرة جدا. شفناه كمان في الشرقية النصاب اللي أقنع ضحاياه إنه يعني يستثمروا أموالهم في مجال العقارات. شفنا ايضا في محافظه الغربيه في زفته النصاب اللي اقنع الناس انه يستثمروا فلوسهم بفوائد توصل ل60%. قصص وحكايات في عمليات النصب هنتعرف عليها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. كل نصاب وليه طريقته في الاحتيال على الضحايا اللي دايماً بيحركهم الطمع والمكسب السريع والعوائد المالية الكبيرة، حتى لو كانت الوعود اللي بيقدمها غير منطقية وملهاش أي علاقة بفكرة الاستثمار أو التجارة. وده شفناه في واقعة النصب على المواطنين في أسوان، واللي قدر النصاب إنه يجمع حوالي 500 مليون جنيه في فترة زمنية قصيرة. وهو نفس اللي حصل في بني سويف، سيدة قدرت إنها تقنع المواطنين إنها أنشأت شركة لتوظيف الأموال وبتدي فوائد ربح عالية بتتخطى 60%، وجمعت منهم ملايين الجنيهات وانتهى بها الأمر في السجن. لكن نصاب الشرقية كان عنده خطة تانية، وقدر إنه يقنع ضحاياه باستثمار أموالهم في مجال العقارات بفايدة 40%، وطبعاً ده كان كله نصب، وبرضه انتهى بيه الحال في السجن. أما نصاب توظيف الأموال في زفتة محافظة الغربية، فكان عنده قدرة غريبة إنه يقنع الناس إنه يستثمر فلوسهم في البنك بفوائد بتوصل ل60%، والكلام ده مستحيل حد يصدقه، لأنه أولاً دي فايدة كبيرة جداً مفيش بنك في العالم بيقدمها، وثانياً البنك مش محتاج واسطة، اللي عايز يربط شهادة أو يستثمر فلوسه باب البنك مفتوح للجميع. لكن الغريب إنه النصاب أقنع ضحاياه بإنه مسؤول كبير في أحد البنوك، وكانت النتيجة إنه تحصل على 20 مليون جنيه وبعد كده فص ملح وداب. نماذج كتيرة من النصابين اللي تفننوا في إنهم ينصبوا على المواطنين بطرق كتيرة، لكن في النهاية النتيجة واحدة، ضاعت تحويشة العمر علشان الطمع.